طيب لسه مكملين مع حضراتكم في الاحتفال بالمواهب الاستثنائية اللي كان وراها دعم كبير جدا من أسرتها. معانا دلوقتي شيرين محمد كمال، والدة الطالبة جودي محمد سعد من الإسكندرية الفائزة بمسابقة المبدع الصغير 2022 فئة الرسم الفئة العمرية الأولى. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة شيرين، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. كل سنة وأنتي طيبة وألف مبروك. وأنتي طيبة ومرسي خالص خالص خالص، والله يبارك فيكي، كل سنة طيبين وكل الناس طيبة يا رب. يا رب صحة وسلامة يا رب. طيب كلمينا بقى، ازاي كنتي بتساعدي وتسندي جودي عشان تقدر توصل للجائزة دي؟ بصي، هي جودي من حوالي وهي عندها 3 سنين و 8 شهور 4 سنين، وهي بترسخ الألوان حلو خطوطها حلوة، تلوينها حلو جدا. فابتديت ان انا اشوف الاماكن المتخصصة اللي هي تدعمها. في فعلا مرسم في اسكندرية، في مهندسة سناء، فده مرسم رائع جدا. ابتدت من سن 4 سنين اوديها، كانت جودي بترسم، هي تقول لي اقول لها لا بصي رسم الاشخاص ازاي، بصي عامله، تقول لي مالكيش دعوه، هي سيبيها هي بتبتكر، وانا عاجبني رسمها جدا، وفي ابتكار، وفي هي مش اي كلام بتسمعه، هي ليها شخصيه في الرسم. فضلت معاها كده. هو جت في سن 5 سنين كان في مسابقه رياله التنمر تبع وزاره الثقافه، دخلت فيها وفعلا فازت بميداليه فضيه، كانت صغيره، اصغر واحده موجوده في المسابقه. كانت رسمه لوحه جميله قوي، بنت بتشد شعر بنت ثانيه، فابتدت بقى جولي تاخد الموضوع باهتمام فعلا بقى، يعني لا ده انا كده ممكن انجح، ممكن اجيب حاجه. السنه اللي فاتت اشتركنا فعلا في المسابقه برضو، وطلعت من العشر الاوائل. هي دي نقطه مهمه جدا يا استاذه شيرين، حضرتك يعني من ضمن الاسر اللي كانت بتركز في اولادها بيحبوا يعملوا ايه حتى وهم مشغولين ومش واخدين بالهم، لان في اهالي ما بتركزش. لا 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 طبعا، حتى الرياضه، هي عايز تلعب كوره فانا بمرنها كره قدم زي اللي هي عايزاه، وانا احاول ان انا بقى اوجه هنا اهوت، اوجه هنا، اوجه هنا اهوت، الحاجه اللي هي بتحبها انميها فيها، مش يعني لازم هي تاخد فرصتها، لازم تعرف هي بتحب ايه. وحلو حلو فكره يا استاذه شيرين، فكره الصبر في اكتشاف الموهبه، يعني كل ميول سواء كانت رياضيه او فنيه عندها حضرتك بتساعديها ونكمل الطريق لحد ما نشوف هي هتنجح فيه. بس انا عندي هنا سؤال، لان الحس الفني ده تحديدا يعني هو موهبه، وموهبة بيتم اكتشافها في الشخص منذ نعومة أظافره، فهل هي يعني فريدة من نوعها في العيلة في هذا المجال الفني، ولا عندها حد أو عندكم حد في العيلة ليه هذه الميول الفنية؟ لا احنا كلنا، انا يعني احنا انا واختي وولاد اختي بنحب الرسم، حتى هم كلهم فنون جميلة، عمارة وهندسة، لكن فاحنا بنحب الرسم لكن مش كتخصص. يعني انا وظيفتي انا في الضرايب، اختي مهندسه، لكن احنا بنحب الرسم، بنحب يعني تكوين الالوان. كنت برضه وانا صغيره بفوز في مسابقات في الرسم تبع المدرسه، لكن مش على يعني حد متخصص او عندنا فنان تشقي، لا 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 خالص، لكن بنحب، عندنا ميول للرسم. نعم. وبنحب ان احنا نرسم، نكون الوان، ننسق الالوان مع بعضها. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك يا استاذه شيرين، وبنقول لك كل سنه وانت طيبه، وبنحييكي على مجهودك الحقيقه مع جودي، ودايما يا رب فرحانه بيها. الاستاذه يعني شيرين محمد كمال، والده الطفله جودي محمد، الحاصله على جائزه الدوله للمبدع الصغير فرع الرسم.